مشاهدينا ومستمعينا نذهب إلى قصة وهي فتاة تونسية اسمها ملاك الشرغومي. تعيش هذه الفتاة ابنة 18 سنة تعيش حالة مرضية خطيرة منذ إصابتها سنة 2008 بمرض السرطان، حمانا الله وإياكم من هذا المرض إن شاء الله، حيث طبعا ظلت تصارع هذا المرض العضال الذي جعلها تعيش في حالة معاناة متواصلة طوال هذه السنين الثلاث. ونظرا للظروف الاجتماعية الصعبة للغاية التي تعيشها عائلتها، لم تتمكن هذه الأخيرة من تأمين مصاريف العلاج اللازمة. هذا ما أدى إلى تفاقم مرضها بصفة كبيرة. الزميلة سونيا الوافي ومزيد من التفاصيل عن قصة ملاك. في أحدى ضواحي العاصمة التونسية وتحت سقف واحد اجتمعت ظروف اجتماعية ومادية قاسية زادتها تدهوراً الحالة الصحية للشابة ملاك الشلغومي ابنة 19 سنة. هي حالة ليست كغيرها من الحالات السرطانية، رافقها المرض منذ ربيعها 14، حيث انطلقت رحلة المعاناة جراء ما أسمته الوالدة جميلة بالخطأ الطبي. خطأ طبي من أول مرة قالوا اللي هو عنده من مرض نوع اسمه واتشكي، هذايا يجي في الغدد، فهمت؟ سرطان يجي في الغدد. عملوا لها بالمواد الكيميائية هذايا وعملوا لها بالأشعة باهي، ومن بعد يطلع بعد ما كملوا لها كي الكل يطلع لي هي مريضة بنوع آخر، يعني عندها كونها يعني عندها لحمة ظريفة ورخشمها نوع سرطان، سرطان في خشمها. المخلفات متاع المرض الخطأ الطبي هذا نقبت لها الطبلة متاع وذنها، ما عادش تنجم تبلع بالكل، ولات كي تشرب الماء يهبط من خشمها، ماكلة مثلا باش تعدي يهبط من خشمها، الجعب متاع النفس متاعها وساعو، هذه مخلفات متاع الخطأ الطبي اللي عملوها دواء ماهوش متاعها. تعدت للرية متاعها اللي صار، تعفنت الرية متاعها اللي صار، ما عادش تنجم بنتي لا تنجم تاكل لا تنجم حتى شيء. في عمر الزهور حرم المرض ملاك من أبسط حقوقها، الدراسة، المشي وحتى الأكل والشرب، ولكن أملها في أن تشفى من هذا المرض بقي قائما. أتمنى أن ماني نفيس وهون الحمد لله يا رب على ما ثاني، وهون يعطي صحة والعافية وحسن حيلهم اللي يعاونوني ونفسي يعاونوني ويمدوني يد المساعدة، جزاهم الله خير. وهون أنا يا ربي ماني نفيس ونفسي أنا وأمي نحس وبابا. مما وضعتنا المادية في الصفر، كذب على ربي حرام، في الصفر، بعت كل شيء، كان عندي شوية مابل ما عنديش، أنا الديار ملك لا عندي كيما قال شنو، بعت اللي عندي، ذهبي بعت والمبل كل بعت وما فخليتش. فحوصات متعددة وأدوية باهظة الثمن وأغذية وطعام وفق شروط، ما أثقل كاهل عائلة الشابة ملاك وجعلها تعجز عن تأمين مصاريف العلاج اللازمة. التكلفة نتاع ملاك بالأسبوع تكلف من زوج كاير من هذم، شكارف عندي ب 167 دينار، معاهم 12 كعبة ياغورت على 7800 كعبة ياغورت بورتيمير هذايا. مكلفة الدواء هذا تم حوالي تقريبا حكيت 450-480 دينار في الجمعة دواء الملاك. في الشهر نوصل حكيت 1,700 منهم 800 هنا، وساعة ساعة نقص حاجة، ساعة ساعة ما نوصلش، نخليها بجمعتين من غير دواء وما نقدرش. ربي حبني، ربي ذكرني، من أحبه الله أحب فيه خلقه، حبني ربي وحبب عبيده في. أنا نطلب من خلوف الرحمة الرحيمة يعني، ومن الناس الباهية والناس يكون باهية وطيبة، نطلب منهم يعاونوني خاطرنا مع الناس يعني حالتنا المادية ماهيش باهية، نتمنى اللي عنده يعني يحب يعمل حاجة يعني لربي يعني، وني مني للمساعدة ويعاونني ويعاون أمي وبابا علي. حالة مرضية تحولت إلى مأساة وسط عائلة تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، يبقى أملها الوحيد في أن تشفى ملاك. سونيا الوافي، NBC تونس.
إذا مشاهدينا ومستمعينا نظرة سريعة على التواصل في صفحتنا على الفيسبوك ام بي سي في أسبوع. تواجد المرأة في كافة زوايا المجتمع أمر مهم، تواجدها يجلب الأمل والتفاؤل دائما. أيضا من هلا تقول أتوقع أن الأطباء النفسانيين لازم يدرسون فعالية الأدوية وعلم العقاقير والسموم، إحنا نعرف مدى فعالية وتأثير الأدوية هي من تخصص الصيدلانيين، أما الأطباء لهم علاقة في التشخيص ووصف الدواء فقط. أيضا نور تقول لا فرق بين الرجل والمرأة، فلكليهما عقل نير إذا تم له المسار الصحيح من الصغر وصقل الثقافة والعلم في الكبر. أيضا من ضمن التواصل عثمان يقول لا خير في أمة تحكمها امرأة ظلمت لأنها تحكم دائما بعواطفها. يبقى رأيي لك يا عثمان. أيضا منورين بس الدكتور طارق الحبيب متى راح يجي؟ راح يجي إن شاء الله اليوم في النصف تبع البرنامج. أيضا من ضمن التواصل هل يوجد فقرة للدكتور طارق الحبيب؟ نعم، الفقرات الثابتة الآن صارت لدينا، فقرة الدكتور يوسف المنصور لتفسير الرؤى والأحلام هي يوم الخميس، الفقرة أيضا الثابتة للفقرة النفسية والاجتماعية مع الدكتور طارق الحبيب ليوم الجمعة فقط للتأكيد. أيضا فارس يقول من الجميل أن نرى الإسلام وصل إلى البرلمان الإيطالي. طيب عبال المصري نشوفها رئيسة بالأول حلقة. تحمستي مع القصة. القصة عجبتني. إذن مشاهدينا مستمعينا الآن ينضم معنا من عمان الدكتور منذر الحرات رئيس قسم الطوارئ في مركز الحسين للسرطان في الأردن. دكتور أهلا وسهلا بك معنا في برنامج ام بي سي في أسبوع، لعلكم تابعتم قصة الفتاة ملاك. طبيا كيف هو وضع هذه الفتاة؟ طبعا تقييم وضع الفتاة يتم بعد إيصال جميع التقارير ودراستها بشكل جيد حتى نستطيع أن نقدم لها المعلومات الكافية حول طريقة المعالجة وكيفيتها وآليتها. طيب الدكتور، يعني كما تعلم نعم. الكل يتخوف من هذا المرض الخبيث، السؤال الطب الحديث البحث العلمي إلى أين وصل مع هذا المرض؟ قطع العلم أشواط كبيرة في علاج مرض السرطان وفي تقييم حالاتهم بالدرجة الأولى. هذا المرض الذي شكل حالة من الرعب الآن تسجل اختراقات عديدة في علاجه، لأنه تطور مبدأ وفكرة علاج مرض السرطان من الشخص إلى روح الفريق، فريق كامل الآن يتبنى علاج مريض السرطان. كانت في السابق علاجاته مبعثرة بين جهات متعددة، الآن كل مريض سرطان يحظى بطريقة متكاملة من فريق متكامل يعاير ويعاين كل أجهزة المريض حتى يقدم له الخدمة الكافية. وأنا أقول أن هنالك الكثير من المرضى الذين حصلوا على فرص جيدة للشفاء ونستطيع أن نشاهدهم في مجتمعاتنا كأشخاص عاديين. نحن نحاول الآن أن ننقل مرض السرطان من مرض قاتل إلى مرض مزمن يتعايش معه المريض. والطب في كل يوم يتقدم خطوات واسعة في هذا المجال بحيث يقدم للمريض إمكانيات واسعة بحيث أنه يتعامل مع مرضه ويستطيع أن يتعايش معه ويتلقى بنفس الوقت العلاج المناسب. نتمنى ذلك طبعا دكتور منذر، يعني جيد جدا كلامك و يبشر بكثير من الأمن للمرضى وأيضا لنا نحن من نحتك بهؤلاء المرضى، لكن مثل هذا الأمل قد يعول فيه المرضى إلى أنه هذا المرض سيكون إن شاء الله من ضمن الأمراض التي يستطيع الإنسان المريض التعايش معها. الآن قياسا على قصة فتاة الشلغومي، ما الذي يمكن أن يقدم لها طبيا لنجعلها متعايشة مع هذا المرض؟ هاي الطفلة تعاني من نوع من أنواع الليمفوما. في مركز الحسين للسرطان لدينا قسم أطفال على مستوى عالي ومتطور، وفيه فريق طبي من كل الاختصاصات. هي يمكن أن تتلقى العلاج الكيماوي والشعاعي
يمكن أن نقدم لها الكثير. أعتقد أنها من أصحاب الفرص الجيدة في العلاج، لكن علينا يعني حتى لا نتسرع في التلفزيون ونعطي نتائج بدون قراءة دقيقة للحالة، ننتظر إلى أن تردنا تقاريرها ونستطيع أن ندرسها جيدا، لكنها ضمن الأطر التي يمكن السيطرة عليها ومعالجتها لدينا، ولدينا منها بعض الحالات. يعني هل نفهم من هذا الكلام بأنكم ستفتحون لها الباب لتلقي العلاج وهل سيكون مجاني؟ سنفتح لها باب العلاج بعون الله تعالى، وأتمنى أن يكون العلاج مجاني، لأن هناك جهات خير في الأردن كثيرة قادرة على أن تقدم الدعم لأي إنسان بحاجة إلى العلاج في مركزنا، وتتكفل بكافة مراحل علاجه. أتمنى أن تصلنا هذه المريضة، وحينما تصل إلينا لن يكون موضوع حسابها موضوع ذات قيمة، بالمقابل أن نقدم لها العناية والرعاية اللازمة لشفائها. طيب لعله طبعا يخبروننا الان في الجاليري علاء انه ان شاء الله الديوان الاردني على نفقه العاهل الاردني طبعا تكفل بهذه القصه طبعا، وهي قصه الفتاه ألف مبروك ملاك الشلغومي، طبعا تكفل بعلاجها، وطبعا نحن باسم برنامج ام بي سي في اسبوع نتقدم بالشكر طبعا لهذه الانسانيه. يسرني طبعا الدكتور منذر الحورات رئيس قسم الطوارئ في مركز الحسين للسرطان في الاردن، يسرني ان ازف لك بهذه المعلومه وهي بشرى طيبه طبعا انه تم التكفل بهذه القصه على نفقه العاهل الاردني. هذا هو طبعا الخبر الذي وصلنا للتو. انا اشكرك طبعا ضيفنا من عمان الدكتور منذر الحورات رئيس قسم الطوارئ في مركز الحسين للسرطان. هل لديك تعليق؟ أنا تكلمت إليك أنه من يصل إلينا لن يفقد السبل في أن يعالج، وصاحب الجلالة من شيمه دائما أن يقدم للناس الدعم حينما يكونون بحاجة إليه. الحمد لله التي وجدت هذه الطفلة الفرصة الكافية لتعالج في مركز متطور كمركزنا، الحمد وتأكدوا لله. أنها ستكون برعاية كاملة من جميع الطاقم الطبي الموجود بلا في شك. مركز الحسين بلا الصراحة. شك طبعا أنا أشكرك الدكتورنا من العاصمة الأردنية عمان منذر الحورات، كل الشكر لك طبعا ببرنامج باسم برنامج ام بي سي في اسبوع، وكل الشكر طبعا لمن تكفل بهذه القصه. قياسا على هذا الموضوع لا نذهب الان، ينضم معنا من عمان عبر الهاتف مراسلنا عماد عضايله. مساء الخير يا عماد. مساء النور علي، مساء النور علا، كيف حالكم؟ الحمد لله احنا بخير، دام انت بخير الحمد لله. وهالاخبار الحلوه عماد في خصوص هذا الخبر وبخصوص هذا الموضوع وتكفل الديوان الأردني بهذه القصة للفتاة التونسية ملاك الشلغومي، أخبرنا. نعم علي، يعني مجرد ما التقرير كان على الهواء من ضمن البرنامج قبل قليل، بعد التقرير يمكن بأقل من دقيقة جاءني اتصال من الديوان الملكي بأن وقال لي بأن العاهل الأردني أو جلالة الملك عبد الله الثاني يأمر بعلاج الطفلة على 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 نفقته إن شاء الله. طبعا نحن لا يسعنا في هذا البرنامج إلا أن نقول كل الشكر طبعا لمن يهتم بالإنسانية جمعاء. أكيد، شكرا جزيلا لك. نعم. عماد تفضل. نعم. عماد نعم نعم الحمد لله رب العالمين، وهي يعني من الشيم ان شاء الله اللي دائما الهاشميين يتحصون بهذه المكارم ان شاء الله. طيب احنا عماد في هذا الصدد احنا سنكلفك ان شاء الله بمتابعه هذه القصه، وايضا اي جديد يستجد فيما يخصها ايضا بامكانك اختارنا بها طبعا بتقرير يكون الحاقي فيما يخص هذا الموضوع ان شاء الله. نعم إن شاء الله، شكرا علي. أنا أتوجه لك بالشكر طبعا مراسلنا في عمان الزميل عماد العضايلة، كل الشكر لك. شكرا لك عماد. إذن مشاهدينا ومستمعينا طبعا الآن إلى اتصال آخر، وطبعا سيكون معنا على الهواء مباشرة عبر الهاتف من تونس، طبعا سيكون معنا هناك السيدة جميلة الشلغومي والدة الطفلة التونسية
المصابة بمرض السرطان. والدة الطفلة طبعا أو الفتاة، والدة الفتاة هي جميلة الشرغمي. سيدة جميلة أهلا وسهلا بك معنا في برنامج ام بي سي في أسبوع. يعني معك مستنى في شكل. ألو تفضلي معنا على الهواء. سيدة جميلة أنت معنا. سيدة جميلة أي أرجو سماعنا من نعم معك. أرجو سماعنا من سماعة الهاتف وليس وإقفال التلفزيون الله يخليك. باهي يعني بعد خويا مرحبا بك. آه. سيدة جميلة فيك تعطينا فيك تعطينا حالة الفتاة وهي ابنتك طبعا الفتاة ملاك. إيه كيف حالها الآن؟ ما زالت مريضة يا خويا. طبعا لابد أنك سمعتي الخبر قبل قليل، نزف لك بأن الديوان الملكي الأردني تبنى طبعا حالة ابنتك وإن شاء الله سيكتب لها الله الشفاء إن شاء الله، يعني كلنا أمل وإن شاء الله ستتوجهون إلى الأردن لطبعا بداية مشوار العلاج. الله يجزيكم خير يا رب. آمين يا رب. كل نحن يا رب العالمين يا رب. نحن سيدة جميلة لم نعمل سوى الواجب. اللهم لك الحمد. تفضلي سيدة جميلة. نعم. هل لديك أي تعليق؟ يعني دائما نحن نقول لكل مشاهدينا ومستمعينا أن الأمل لابد أن يكون دائما موجود. هل فقدتي الأمل في لحظة من اللحظات قبل أن تطرقي باب برنامج ام بي سي في أسبوع الذي يعني لم يتوان؟ تفضلي. أي فقدت الأمل، جريت بها يا أختي من كل بلاصه، جريت بها للطب، جريت بها لكل شيء وشيء، يعني ما فماش دواء يعطوني في دواء غالب. ماهوش دواها فهمتني اختي. يا رب نتمنى ان شاء الله. توا انا كي سمعت انا فرحانه، توا ما تصورش قد ايه فرحانه. صدقني ان شاء الله سيده جميله. يا رب ان شاء الله الله بيتمم عليها. الله يجزي كل خير يا رب. الله يجزيكم خير يا ربي. امين يا رب. انقذوا لي بنتي، نحبها تودي تاكل كما الناس، نحبها تولي تمشي كما الناس، نحب بنتي قدامي كل يوم تموت، كل يوم بالوجاعة، كل يوم صدقوني والله العظيم. يا إلا أنا بصراحة فقدت الأمل لهنا. لا الأبواب الكل. لا سيدة جميلة لا إلا الأمل طبعا، طالما أنه هناك رب للسماوات والأرض إلا ما يكون الأمل موجود. أنا أشكرك طبعا السيدة جميلة الشلغومي، ورب العالمين طبعا هو الرحيم الغفار، هو الذي يرأف بعباده. وها طبعا الفتاة ابنتك ملاك الشلغومي أيضا تم تكفل بعلاجها إن شاء الله من قبل الديوان الأردني، وسنكون أيضا نحن باسم برنامج ام بي سي في أسبوع على تواصل معك شخصيا ومع ابنتك الطفلة ملاك، سنكون إن شاء الله على تواصل، وأي تحديث على هذه القصة سيكون هذا المنبر إن شاء الله منبرا لك ولابنتك. وننتظر دموع الفرح دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.